طيب، كان مهم جدا وانا في بدايه الحلقه هتكلم على خطاب النادي الاهلي المتعلق بالمرحله اللي جايه. اولا النادي الاهلي كان حريص ان يتكلم على فكره احداث مباراه الاهلي وبيراميدز، وانها كانت احداث مرفوضه شكلا وموضوعا. وشوفوا بقى العمل المؤسسي والتخطيط الجيد للاجتماعات. انت عشان تاخد قرار محتاج تسمع مدير الكوره، تقرا تقرير كامل عن احداث المباراه، وان في لائحه محدده بيشتغل عليها مدير الكوره، وكان خد قرار وخد اجراء. ولكن كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، عشان النادي الاهلي نادي المبادئ والقيم، وابدا عمره ما بيسمح باي غلط في اي مكان وفي اي زمان، كان على طول في اجتماع مهم جدا لبحث هذا الامر. وبعد عرض هذه التفاصيل كان في خطاب مهم جدا النادي الاهلي اتكلم عليه، وصدر قرار، وتم الاعلان كمان عن قيمة الغرامة المالية التي صدرت بحق حسين الشحات، وهي حوالي نصف مليون جنيه. ودي الغرامة اللي صدر فيها القرار عشان يكون في قرار يليق أو يكون موازي للفعل اللي حدث في استاد الدفاع الجوي. طيب، الخطاب في جزئيات مهمة جدا، الناس كلها ركزت الغرامة نصف مليون، ولكن الخطاب في جزئيات مهمة جدا عايز أتكلم عليها. لأن بعد الخطاب ده صدرت أخبار أو طلعت أخبار وصدرت تصريحات في ملفات مرتبطة بتفاصيل الأهلي اتكلم عليها في هذا الخطاب. الجزء بتاع حسين الشحات والغرامة المالية وكل ده الناس قريته وشافته، ولكن أنا عايز أبدأ من أول جزئية إيه. ورغم أن النادي الأهلي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسم متميز، لكن هذا لن يكون مبررا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة. لذا تقرر تغريم حسين نصف مليون جنيه بعد الأخذ في الحسبان، اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار وكذا كذا، كل التفاصيل حضرتكم عارفينها. بصوا بقى من أول الفقرة اللي جاية دي. وتناشد لجنة التخطيط، اتحاد الكورة ولجانه المختلفة وكذا، رابطة الأندية المحترفة، ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقتضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم القروي الجديد، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء ويثيرون الأزمات. ولقد سبق وأن طالب النادي الأهلي كثيرا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة للكرة المصرية. ده خطاب النادي الأهلي اللي صدر بالأمس، خطاب موجه بتطوير مطلوب من اتحاد الكرة، من لجان المختلفة، من رابطة الأندية المحترفة، ومن لجنة الحكام. لجنة الحكام أنا اتكلمت في القصة دي كتير، ولسه عندي تفاصيل تانية. وكنت قلت لحضراتكم قبل كده بعد ما حصل تعديل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، وقلت لكم وقتها مسألة التعيينات فيها مشكلة وفيها أزمة، والأهلي طالما بيطالب بتطوير المنظومة التحكيمية وهو فايز بالدوري، الأيام اللي جاية هنكشف عن مين اللي بيعرقل مسيرة التطوير ومين اللي ما بيساعدش الخبير الأجنبي اللي بيجي يتولى المسؤولية. عندي وقعة حصلت في توقيت مارك كلاتنبرج هيجي وقتها وهتكلم عليها، وهنسرد تفاصيل مهمة جدا في الواقعة دي، لأنها هربطها باللي بيحصل دلوقتي مع فيتور بيريرا. وإن كان بيريرا عليه مسؤولية من اللي بيحصل دلوقتي، ولكن بما أن الأهلي بيطالب بتطوير المنظومة، دورنا الإعلامي بقى اللي احنا نحط إيدينا على مين اللي بيعرقل تطوير هذه المنظومة. فده ملف مأجل شوية الحديث فيه لتوقيت مناسب إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، مش بعيدة، فترة قريبة جدا جدا جدا. طيب، دي جزئية. الجزئية التانية وهي متعلقة بإن خطاب الأهلي موجه لاتحاد الكورة ولجنة الأندية. طيب، بالنسبة
اتحاد الكوره.